شبيه العزيز إلا شيء واحد. إننا علينا أن نقوم بمسيرة خضراء من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرق المغرب إلى غربه. علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام، لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم مع إخواننا في الصحراء. ما نقدرش نقيدك. راجلي في نحياته شبابه على قبل بلاده، وكان الحلم ديالو هو يتولد ولدو في الصحراء. أنا أخوك، علاش ما قلتهاش ليا؟ واش كتعرفي شناهي 350,000؟ كلهم خصهم ياكلوا، خصهم يشربوا، خصهم ينعسوا. اللي مريض خصك تداويه، الناس غتسافر، غيمشيو للصحراء، كاين الريح، وشحال من النار غنبقاو؟ أنت ما مسؤولش عليهم، حنا كاملين مسؤولين. عليكم، حنايا لو كونسي دي جون دو مولمبيك جينا اليوم باش نفرحوا مع لا ليفينمون تاع لا مارش فيرت. و جاك الفيلم بعدا جا مزيان. واش كتعرفي ليستوار ديال الصحراء المغربيه؟ شويه بصح مع وي افون شويه بصح مع لو فيلم فهمنا اكثر وفهمنا شي حوايج اللي قبل ما فهمناش. ودابا سي ميو اوني امبليكي دون سيت ايستوار وخصنا نفهموا، لان حتى حنايا نو سوم ماروكان، ماروكان ريزيدون ليترونجي، حتى حنايا خصنا نفهموا باسكو سي اون بارتي دو نوتر هيستوار. نو ني لي جون دو كونسي دي جون، اون اتني اجوردي بور دوني اكت دو بريزونس بور فيزيوني لو فيلم دو لا مارش فيرت. Donc c'est un film qui explique un peu donc la marche verte passée à Khadra. On connaissait pas vraiment ça en tant que jeune enfant immigré. Et aujourd'hui, on sait un peu mieux c'est quoi et on est très heureux d'être ici. Et le film est très explicatif et il nous permet vraiment de comprendre c'est quoi la marche verte. On imagina, chufna film Masira, la marche verte. Jina m'a conseil des jeunes, Medya Molenbeek, ou chufna Pressa Dial Maghreb, ou Fem Naktar. C'est une fierté pour nous en tant que Marocains d'être ici et participer à cet événement. C'est l'anniversaire, le 42e anniversaire de la marche verte. Het was echt leuk en het legde goed het verhaal uit. En ik vind dat super belangrijk en het was een heel mooie film, dus alles is goed geïnterpreteerd en goed gedaan. De omsie is raïa. Ik heb het van haar, hoe het kier, de garibe van België. خاصة السبب منهم لهذا الحدث العظيم اللي هي مسيرة خضراء، ولكن في نفس الوقت كانت مناسبة باش نذكروهم بالمسيرة الثانية اللي مازال منخر فيها المغرب، وهي مسيرة الديمقراطية الكلية، واللي جعلت في الأراضي الجنوبية ديالنا اليوم نموذج في مجال التنمية وفي مجال التطور، وجعلت مغربنا نموذج في مجال الاستقرار وفي مجال الأمن وفي مجال التنمية. كان لقاء فني، نقلنا للروح المسيرة الخضراء بطريقة فنية، بحيث شاركوا أبناء المهجر بطريقة مباشرة. كنشكر الدكتور المهدي طالب اللي عدد قام بإعداد ديك الأغنية الوطنية، ثم الفيلم الوثائقي اللي كان غني عن التعريف وأعطانا يعني نبدأ كيفاش تحضرات المسيرة الخضراء، وهي فعلا أمسية فنية. كنشكر اللي قاموا بهذه المبادرة. رائع في المستوى، رجعنا للماضي اللي كنا اللي كنفتقدوه، وحنا جد فرحانين بهاد الساعه، والله يدوم علينا والله ينصر سيدنا والله يجعل كل شيء ان شاء الله، كل شيء في التقدم الكبير ان شاء الله. وكنشكروا المخرج على هذا الفيلم ديالو، رائع 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 جدا. مزيان بعد هذا النهار زويون، الحمد لله الله يخطيكم انتم اللي بعد. كتذكري الايام ديال المسيره الخضراء؟ المسيره زوينه وعمر ان شاء الله كل
كل نخليوها لولادنا والولاد ولاد ولادنا وهي غادي. حنا كنفتخروا بهذه المبادره اللي دارت لنا السفاره المغربيه بمناسبه الذكرى 42 للمسيره الخضراء. هو كانت مناسبه جد جميله حتى بالنسبه لنا حنايا الناس اللي عارفين المسيره، تعلمنا بزاف ديال المسائل من اقتباسا من الفيلم ومن المحادثات اللي كانوا في الفيلم، يعني استفدنا بزاف. وشكرا بزاف للسفاره، ونتمنوا هذه المبادره تكرر خصوصا مع الشباب، مع وليداتنا ومع لي جينيراسيون. اولا وقبل كل شيء كنشكروا السفاره المغربيه على هذه المبادره القيمه اللي صراحه الفيلم ديال المسيره الخضراء اثر فيا بزاف، واخا حنا عشنا هذيك المرحله كانت عندي 5 سنين، مي كنقول بلي هذا الفيلم زعما كيعطينا واحد الصوره ايجابيه جدا جدا على المسيره الخضراء وعلى التاريخ ديال الصحراء ديالنا بواحد الروح انسانيه. كنشكر وكنجد الشكر ديال الكل من ساهم في انجاح هذا الحفل، ونشكر كاع الجاليه المغربيه اللي تبارك الله اللي خصنا نكونوا متحدين وكنحضروا لهذا بحال هذه الفعاليات بروح كما يقول وطنيه. وشكرا.